بص بقى، انا مخطوبه من سنتين وكنا مرتبطين من قبلها. قررنا اننا اننا خلاص لازم نتجوز. المشكله ان بعد ما جبنا العفش فلوسي وفلوسه خلصت، فانا ناقصني اوضه وهو كمان ناقصه اوضه. يعني واضح ان هم مقسمين، اهلها هيجيبوا حاجات وهو هيجيب حاجات، فهم الاثنين فلوسهم خلصت واحنا عايزين نتجوز وبعد كده نبقى نجيب اللي احنا عايزينه على مهلنا، بس اهلي رافضين وعايزيني استنى كمان سنه. لا. وهو رافض ومصمم اننا نتجوز وبعدين نبقى نجيب الحاجه اللي ناقصانا، وانا موافقه ومعاه. انا كده صح ولا غلط؟ انت صح مليون صح. في الميه. انا على فكره ناس كتير جدا ما بتتجوزش بتتجوز وبيتها ما فيهوش كل حاجه، ده في ناس بتتجوز وعندها اوضه نوم وصاله صغيره ومطبخ وشكرا. انا بعرف ناس بتتجوز يعني. من غير اوضه نوم. طيب في ناس بتتجوز من غير اوضه نوم، ايه المشكله؟ طب ما ثانيه يعني؟ واحده ما اهله اهلها هي مش قادرين يجيبوا اوضه ثانيه، ما هم مش عايزينها تخش. واضح ان هي اللي بتجهز نفسها يعني، ما كل واحد فواضح ان فعلا هي اللي بتجهز نفسها. فلوسك وفلوسه خلصوا، اتجوزوا طبعا واستمتعوا بحياتكم وبيتكم الصغير ده هتفرشوه شويه شويه وعادي. انا نفسي اتجوزت كان في حاجات كتير قوي ناقصه بيتي وجبناها شويه شويه بعد ما اتجوزنا. الموضوع ابسط من كده بكتير، وهو معاه حق انه عايز يتجوز الراجل. خلاص بقى، هو انتوا اساسا بقالكم يعني مع بعض سنه من عمرك هتروح علشان خاطر اوضه صالون؟ دول مخطوبين بقالهم سنتين وكانوا مرتبطين قبل كده، خلاص بقى اتجوزوا. انا رايي ان تضغط شويه على الاهل بطريقه مؤدبه وبسياسه وبضغط جامد وبدلع، واضغطي اضغطي واتجوزوا. انا بس عارفه نصيحتي ليكي ايه؟ ان انت تنظمي شويه فكره الخلفه، يعني بلاش نخلف على طول. على طول ليه؟ نرستق نفسنا ونستقر ماديا ونجيب اللي ناقصنا ونخلص الحاجات الاساسيه في بيتنا وبعدين نخلف، هو ده اللي المفروض تعمليه. لكن تاجلي الجواز لا. بس انت عارفه الاهل دايما بيقلقوا في الحته دي ليه؟ يقول لك ايه، اللي ما بيجيش قبل الجواز عمره ما بيجي. مش صحيح. فتلاقي الامهات حبايبي غيرانين على عيالهم، وده طبيعي يعني، احنا حاسين بيهم مقدرين ده. لكن في نفس الوقت بتلاقيهم حاطين شرط اوضه البيبي اللي هو ازاي اوضه البيبي بسريرين. ليه سريرين يا حاجه؟ تقول لك عشان لو رحت بت عند بنتي الاقي مكان ابات فيه. اللي هو ايه، بيفكروا في نفسهم وفي العيال وفي لبس العيال، ودايما يقول لك ايه، لا لا لو ما جابش قبل الجواز عمره ما هيجيب بعد الجواز. ايوه هي دي النقطه اللي الاهل بيستندوا عليها، يقول لك اللي مش هيجي قبل ما يجيش بعد، بس هم الاثنين اللي بيدفعوا وهم الاثنين اللي بيعملوا. طب انت لو عندك بنت يا نهال، خلينا برضو ايه حاسين بالناس وحقانين، لو انت عندك بنت وجي العريس ده لقيتيه برضو ايه لسه قدامه كتير، يعني ما جابش حاجات كتير، هتساعدي؟ طبعا. ولا هتقول لهم ابنوا حياتكم على قدكم، ولا هتعطلي الجوازه لحد ما يخلص؟ لا بصي بقى، لو انا شايفه ان العريس ده راجل، ما انا ليا نظره بقى. تشوفيها ازاي دي؟ لا هشوفها طبعا. ازاي؟ مش في جواز وفي خطوبه وفي اتفاقات وفي قال حاجه ونفذها وقال انا امكانياتي كده بس انا هقدر اعمل، صريح وواضح ولاقي راجل لبنتي كويس؟ لا ولا يفرق معايا. لا يا بقى بيقول كلامه ما يعملوش ومأفور على حاجاته ما بيعملهاش، لا هنا لا طبعا اقف له. لكن انا بتكلم على طبيعه العريس، شكله ايه، راجل ومحترم وبيشتغل وبيعمل على قد ما يقدر ومش قادر يكمل، لا ده انا ممكن اساعده ما عنديش مشكله خالص. انا شايفه كمان ان الاهل ساعات بيطلبوا الحاجات دي عشان كلام الناس طبعا، عشان ما يتقالش. انا ولا يفرق معايا الكلام طبعا. لا يعني انا بشوف ان في اهالي كتير زي بالظبط زي الجهاز، كان فوطه وكان ملايه وكان بيت مخده وكان مش عارفه ايه وال هدي. انا بسمع ارقام فلكيه. انا في ناس وحبايبي يعني ايه على قدهم، يعني بيشقوا يتعبوا علشان يحوشوا للجهاز، فتلاقيهم يقولوا لك ايه، ودلوقتي احنا عندهم لسته كده بيقعدوا يكتبوا حبايبي ويأيدوا. ايوه ما بيتسجنوا عشان خاطر يدفعوا 40 ملايه بكنار. انا مره سمعت قلت لها قدك 40 ملايه؟ ده انا بقالي 17 سنه متجوزه ما عنديش 40 ملايه. 40 مين ملاية؟ عندنا عنده 40 ملايه. وبعدين ايه، ابو كنار على جنب، الابيض على جنب، الـ 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 الالوان الثانيه على جنب، عشان كده بيتسجنوا، عشان كده الغريمات. ما هو ده من العمايل دي. يعني عايزه اقول لك حاجه، في قريه معينه في قريه معينه انا عملت مره في عنبر الستات حديث مع واحده في قريه معينه، ما النظام ايه، العروسه تجيب جهازها ونفس الجهاز لحماتها. ايوه في قرى الفطيره ايه الفطيره، يعني ده كله فطيره على فكره على العروسه. ليه الحمل الكبير ده؟ طب ليه ما نبقاش عايزه اقول لك حاجه، انا عمري في حياتي، يعني ما بتكلمش على خصوصيات بس بقول لك انا عمري في حياتي لا انا ولا ماما تنسي، احنا ستات ما فيش يعني رجاله ما كانوش موجودين فستات بنتكلم. انا عايزه اقول لك عمرنا ما اتفقنا مين هيجيب ايه ومين هيجيب ايه، اللي قادر يجيب حاجه يجيب.